جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ونجاحات تحققت خلال أسبوع في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 82 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 577 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش و108 بندقية و42 بندقية آلية و49 طبنجة و377 فرد محلي الصنع وطلقات نارية مختلفة العيرة، بلغت 1648 طلقة متنوعة، إضافة ل 1526 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 419,911 حكماً قضائياً، من بينها 1571 حكم جناية و153,549 حكم حبس و209,939 حكم غرامة و54,852 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 18 تشكيلاً عصابياً ضموا 62 متهماً قاموا بارتكاب 83 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 55 جريمة ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 75 متهماً. كما تم إعادة 24 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1080 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1175 متهماً، وبحوزتهم قرابة 162 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 138 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 17 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 16 كيلوغرام لمخدر الاستروكس وعدد 103,552 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.